رب العالمين. خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في التمكين. رب العالمين خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في التمكين. أمر الملائكة يسجد الخلق الجديد، سجد الملائكة كلهم إلا العنيد، شيطان رجيم مغرور لعين خلق نار ودخل قطين، ما سجدش صار من الملعونين. وسوس لآدم في النعيم، وشاور له عالشجرة اللئيم، قال له الخلود سر الوجود، بس انت دوب تصبح أوام، تصبح رب العالمين. خلق آدم بحفن الطين، نفخ في الروح بأمر مكين، وعلم آدم الأسماء شرف وزيادة في رجال ذنب فلنقم في هذا المكان. نعم يا أحمد، اللهم اجعله روضة من رياض الجنة. ما أجمل هذا المكان، لقد أحسنت اختياره يا حسان. ترى كيف بدأ الله خلق هذا الكون، وكيف تطورت الحياة على كوكب الأرض؟ الأهم كيف بدأت حياة الإنسان منذ عهد أبينا آدم عليه السلام؟ الأسئلة كثيرة يا أحمد. ولما الحيرة ونحن بالقرب من منزل شيخنا الإمام؟ هيا، فهو خير من يجيب على أسئلتنا. أحسنت يا أحمد، هيا بنا. هيا يا حسان.
مرحبا بك يا أخي الإمام. لقد سعدت بلقائك أيها الراوي. أهلا وسهلا، مرحبا بكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جئنا إليك يا شيخنا لتحدثنا عن بداية الخلق وكيف بدأت الإنسانية على الأرض. يا له من موضوع شيق، لقد أحسنتما بالمجيء إلى شيخنا الإمام، ويمكن أن أدلي بدلوي أيضا إذا سمح شيخنا. بالطبع سيسري ذلك حوارنا مع الصديقين أحمد وحسان. إذن فلنبدأ على بركة الله وبالصلاة على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ملايين السنين خلق الله العالم، الكواكب والنجوم والسماوات، وخلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق الله الأرض. لم تكن الأرض مثل ما هي عليه اليوم، كانت البحار تغمرها والنيازك تضرب الأرض، والبراكين تبرز من الجبال مشتعلة ترمي بحممها. إلى أن هدأت الأرض واستقرت وبدأت مظاهر الحياة فيها من حيوانات ونباتات. سيدي الإمام، قرأت أن الأرض كانت تسكنها مخلوقات أخرى قبل الإنسان. هذا صحيح، فالأرض كانت قبل خلق آدم معمورة بالجن والسباع وغيرها من الحيوانات، وكان من الجن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فلتحكي لنا هذه القصة الرائعة، قصة سيدنا آدم عليه السلام. ولكن قبل أن أقص عليكم قصة آدم عليه السلام، لابد أن أحكي لكم أولا عن عدو آدم. لا بد من إبلاغ سمي أبي الجن بما يحدث. نعم، لقد طغى الجن وسفكوا دماء بعضهم البعض. لقد أعدوا العدة للحرب. هيا بنا إذن سريعا لنبلغه. أنتم مخطئون. أنتم من بدأ القتال. نعم. بل أنتم من بدأ. بل سنسفك دماءكم جميعا. سنجعلها حربا. أنتم مخطئون. اهدأوا يا معشر الجن، استمعوا إلى كلام كبيركم سمي أبي الجن. يا معشر الجن، يا معشر الجن، يا من اتبعتموني، أنا آمركم بالكف عن القتال فيما بينكم. الجن لا يسفك دماء بعضهم البعض، إنكم طغاة وستنالون من الله أشد العقاب. ومن سمي هذا يا شيخنا؟ سمي هو أبو الجن يا ولدي. وأين عاش؟ خلق الله سمي والجن قبل خلق آدم بألف سنة،
وقد سكنوا الأرض. وهل كان الجن مؤمنين؟ نعم، لقد كانوا أول من عبدوا الله على الأرض. لكن أتت أمة من الجن بدلا من الشكر والمداومة على الطاعة، فسدوا في الأرض بسفكهم للدماء فيما بينهم، وكان لابد من عقاب من الله. فلننظر ماذا جرى. وحدث أن طغت الجن وتمردوا وعصوا أمر ربهم، فغيروا وبدلوا وأحدثوا البدع. النجدة! 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 اهربوا يا إلهي! لقد هلك! اهربوا! النجدة! يا إلهي! فأمر الله سبحانه الملائكة أن ينظروا إلى أهل الأرض وإلى ما أحدثوا من خراب ودمار وسفك للدماء. النجدة! اهربوا! لقد هلكنا! حل غضب الله علينا! رحماك يا رب! ما الذي جاء بكما أيها الشقيان؟ أجئتما تسترقان السمع وتتلقفان أخبار السماء؟ بل جئنا لتشفع لنا عند رب العالمين، فقد حل بنا العذاب والهلاك. لقد أفسدتم في الأرض وسفكتم الدماء، فحاق بكم غضب الله وعقابه. نقر ونعترف يا أميرنا بما اقترفت أيدينا، لقد اتبعنا ساداتنا وكبراءنا فأورادونا التهلكة. يا أميرنا، إن لك مكانة بين الملائكة، وأنت من المقربين إلى ذي العرش سبحانه. العقاب قد حل بمن أفسد وسفك الدماء، أما من أصلح وأمر بمعروف فهو بمأمن من غضب الله. إن لك أهل وعشيرة وهم يحسنون الظن بك، لما لك من حظوة في الملأ الأعلى، فلا تخذلنا يا أميرنا. لا أملك لكم شيئا، إني بريء منكم ومن أفعالكم. اذهبا اذهبا ولا تعود مرة أخرى، إن الله لا يحب المفسدين. اذهبا.
في تلك الأزمنة السحيقة بعث الله الملك جبريل ليأتيه بتراب من أديم الأرض، من المرتفعات والسهول، ومن الأرض السبخة المالحة، ومن الأرض الخصبة العذبة، ومزجت التربة بالماء وأصبحت طينا متماسكا. وبعد أن سكنت البراكين وهدأت البحار وتشققت الأنهار وتفجرت مياه لينابيع العذبة ودبت الحياة على الأرض بمخلوقات الله من طيور وحيوانات مختلفة الأشكال، تهيأت الأرض لاستقبال أول إنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.